النهارده يا ولاد درسنا اسمه السيدة فاطمة الزهراء. اسمه ايه يا ولاد؟ السيدة فاطمة الزهراء. تعالوا نتعرف النهارده من هي السيدة فاطمة. السيدة فاطمة هي ابنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وابنة السيدة خديجة رضي الله عنها. طب يا ولاد مين يعرف من هي السيدة خديجة؟ هات اتفضلي. اتفضلي. هي أول من آمنت بإيه؟ أول من آمنت بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. أول من آمن بالرسول من النساء كانت السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة فاطمة الزهراء هي ابنة الرسول وابنة السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي أم لسيدي شباب الجنة الحسن والحسين. يعني كان لها ولدان اللي هما مين؟ الحسن والحسين، أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها، أبناء السيدة فاطمة رضي الله عنها. طيب، السيدة فاطمة كانت في الخامسة من عمرها وقت نزول الوحي على سيدنا محمد، يعني كانت عندها 5 سنوات في الوقت اللي نزل الوحي على إيه؟ أبيها سيدنا إيه؟ محمد. السيدة فاطمة كانت شديدة التعلق بالرسول الكريم، كانت بتحب جدا باباها رسولنا ايه؟ محمد، كانت بتحبه جدا، لدرجة إن هي كانت بترعاه وبتخلي بالها ايه؟ منه، كأنها مامته، كأنها ايه؟ مامته. عشان كده لقبوها بإيه بقى؟ بأم أبيها، سموها ايه؟ أم أبيها، أم أبيها لأنها كانت زي مامته بتخلي بالها منه وإيه؟ وبترعاه. كمان سيدنا محمد كان بيحبها حبا شديدا جدا، لما كانت بتيجي تقعد بيقبل ايدها ويقعدها ايه جنبه، ولما تيجي خلاص ماشيه يروح معاها لحد الباب يوصلها ايه لحد ما هي ايه عايزه. قد ايه كان في بينهم علاقه جميله من الحب بين الاب وايه وابنها. كمان السيدة فاطمة كانت بنت شجاعة جدا، بنت ايه؟ شجاعة. ليها موقف جميل جدا مع سيدنا محمد. في يوم من الايام